بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامج الوطن المواطن. بنقدم حلقة النهاردة من قاعة أفراح، وده برضو نقلة جديدة بالنسبة للبرنامج، إن احنا بننتقل في أماكن اللي هي بتدعينا نعمل البرنامج فيها ونشارك الجمهور فيها. عملنا قبل كده في حضانة، وعملنا في مطعم، وعملنا في ملاهي أطفال. برضو حاجة يعني مبشرة وحاجة تفتح النفس كده انك تيجي تشتغل في قاعة افراح، حاجة كلها بقى الفرح والهنا والسرور يعني. فبنعمل البرنامج من قاعة ميراج في المنصورية في الهرم. البرنامج طبعا برضو بعيد وكرر، هو نفس الوضع، بنتناول فيه الموضوعات اللي كنا بنقدمها طبيعي قبل ما نعمل التصوير الخارجي ده. بنقدم فيه كل حاجة أعزائي المشاهدين، زي ما احنا بنستضيف الموضوعات المتعددة، بنتناول القضايا اللي ممكن بتجيلنا على صفحة البرنامج أو بتيجي على الواتساب. برضو في بعض الأخبار عدتها لنا الزميلة لطيفة بدران، هنتناول البعض منها يعني بشيء من التفصيل نتكلم عنه. أول حاجة عايز أتناولها أعزائي المشاهدين، رسالة جات من أحد المواطنين، وبما إن ده برنامج الوطن المواطن، رسالة جات فيها مشكلة عايزين نطرحها ونوصلها ونوصل أصوات اللي بيعانوا منها للمسؤولين في الوقت نفسه. برضو عايز أذكر حضراتكم إن احنا هيكون في عندنا حاجة جديدة بقى بالنسبة للبرنامج، موضوع الملتقيات التوظيف. هتبقى في ملتقيات هنغطيها وهتتعرض على حضراتكم في البرنامج وهنعلن عنها، بحيث اللي عايزين وظائف يبقى يجوا الملتقيات دي. يعني هيبقى في مساهمة من البرنامج لتشغيل الشباب والمساهمة في توظيف الناس في الشركات اللي محتاجة عمالة. ده برضو بند جديد هيبقى موجود ان شاء الله خلال الايام القليلة القادمة، هيبقى فيه ملتقى هنغطيه ويبقى موجودين فيه وهنعلن عنه قبلها بحيث اللي عايز يشارك. هبتدي اعزائي المشاهدين بالمشكلة اللي جت، وهي مشكلة تخص مستشفى في المنزلة، ده قهلية. هقراها من الموبايل يعني عشان ايه ما يبقاش نسيت حاجة بالنسبة للتفاصيل اللي جات من المشاهد الكريم اللي بعتها لنا. واحنا بنهتم طبيعي بكل حد بعت لنا حاجة، لان ده برنامج حضراتكم، ده برنامج الوطن المواطن، هنتكلم فيه عن كل القضايا اللي تهمكم، وانا هتعمد اقراها عشان ما بقاش فيه حاجة نسيتها. المستشفى المنزلة العام بالدقهلية بيقول لك، يعني طبعا هي الرسالة جاية من الأستاذ أحمد محمد محمود مراقب صحي، وده هو اللي بعتها عن أهالي المنزلة اللي هم متضررين بسبب هذه المستشفى. أول حاجة بيقول لك المستشفى ما فيهاش أطباء لا ليل ولا نهار. طبعا في شوية ناس اللي هم التمريض اللي شغالين في المستشفى هم المتحملين كل حاجة. طبعا بالتالي العناية المركزة، وده أكيد هيكون برضو نفس المشكلة، يعني على ما يتصلوا بدكتور بقى وكده يكون المريض بقى من في عداد الأموات، يعني ده معنى الكلام. الأدوات والوسائل اللي هي بيحتاجوها في المستشفيات زي القطن والشاش والحقن والمش عارف ايه والأكسجين والكلام ده كله مش موجودة في المستشفى، أو الناس بتجيبها من الخارج. لو حد متبرع بالدم عايز مثلا يتبرع لحالة موجودة، ده ما بيلاقيش برضو حد بتاع بنك الدم في المستشفى. كلام يزعل طبعا، يعني كلام صعب جدا ان انت تسمعه او تقراه من حد. انا ما اعتقدش ان الراجل باعت يعني بيقول كلام كذب او بيقول كلام ما حصلش، اكيد الكلام ده حصل واكيد الكلام ده موجود. واحنا بنناشد المسؤولين في هذا المكان والمسؤولين في وزارة الصحة ان هم يشوفوا المكان ده بالظبط ماله. وانا بضيف لكلام المواطن، يعني اي حتة فيها اهمال اعزائي المشاهدين لنهمل، يعني انا يعني بضيف يعني او بناشد، يعني مش موضوع المستشفى ده بنعتبره نموذج او حالة لبعض الفساد او بعض الاهمال. لما تكون بلدنا كلها ماشية في اتجاه ان احنا ننمي، ليه احنا البعض بيعطل؟ ليه اعداء النجاح بيعطلوا ونقعد نقول البلد فيها والبلد عاملة والبلد مخلية؟ ما البلد هتعمل ايه اذا كان المواطن اللي هو حضرتك وحضرته وحضرته وحضرتي برضو احنا اللي بنهمل؟ يعني هو الدولة دي عبارة عن ايه؟ ما هي في ناس معينين عدد محدود جدا بيحكموا، وناس اللي هم الشعب، فالاهمال موجود في الشعب والفساد موجود فينا احنا. يعني قبل ما تتكلم عن حاجة انت ما تعرفش معلوماتها، ما عندكش معلومة فيها حقيقية تتهم بها حد، بص لنفسك.
والله اعزائي المشاهدين انا بنقعد نتعجب من تصرفات الناس مع بعضها. في ميكروباص راكبه تلاقي فيه فساد، في مستشفى زي كده الدكتور اللي بيقبض او الشخص اللي بيقبض من المستشفى زي ديت ليه ما بيروحش يشوف شغله؟ ما هو انت تشوف شغلك ده ان انت بتنقذ حياه مريض، حرام عليك. والتاني والتالت في المجال التالت والرابع والخامس وهكذا، ولهم مجره. وبعدين نقول الدنيا والبلد والحكايه والروايه، ما طب منين يعني المسؤول نفسه هيعمل لك منين اذا كنت انت ما بتشتغلش، واذا كنت انت بتهمل، واذا كنت انت بتضطهد اخوك المواطن، واذا كنت انت بتهمل حق اخوك المواطن. قلت قبل كده ان الدايره المغلقه بين المواطنين وبعض، الجزار اللي بيغش في اللحمه بياكلها، المدرس اللي بيدي دروس خصوصيه ويبتز الناس فيها فبياخد الفلوس يروح يكشف بيها عند الدكتور ما بيكشفش كويس، او بيغش في العلاج بتاعه او ما بيروحش المستشفى بتاعته اصلا فبيتعرض ان هو يعني ممكن يجرى له حاجه لو راح هناك مركز كذا، بيقول لك ما فيش حد قاعد اساسا. فيعني وكان جات لي مستشفى قبل كده من الصعيد بيقول لك الناس برضو ما بيروحوش، وحد كده ممرض او تمرج زي ما بيقولوا قاعد للساعه 12 الظهر وبعد كده بيروح، وكانها يعني حاجه خاصه وكانها حاجه مش متعلقه بحق المواطن. المواطن ده انت مواطن زيه بتهمله، طب ونيجي نتكلم على غيرنا ليه؟ يعني وتغش في السلع اللي انت بتعملها، ربنا حرم هذا الغش وانت بتقايس وتعمله، ربنا حرم الشرع حرم الاحتكار والناس بتحتكر، وبعدين نقول البلد والنظام والحكايه والراي، طب واحنا فين بينا وبين بعض؟ يعني هل احنا اصلحنا بينا وبين بعض؟ والراح ده راح المستشفى وده ادى الدرس شرحه في المدرسه، والتاني كان عنده ضمير في اللحمه اللي بيعملها. انا فاكر والله جزار معروف جدا في اسكندريه، كنت أو مش فاكر حكيت الحكايه دي ولا لا، كان مشهور جدا انه احسن لحمه ومش عارف ايه، وتروح المخزن بتاعه في شارع جانبي بيجيب الكراتين اللحمه المجمده ويفكها ويبيعها لانها لحمه بلدي ويعملها بشكل معين كده، يعني بره اللحمه متعلقه، اللحمه اللي بيقولوا عليها في اسكندريه الشمبري متعلقه تمام، تاخد منها الحته زي الفل ويكمل لك بقى من جوه من الثانيه وهكذا. الضمير ده فين؟ طب ناهيك بقى عن اللي بيذبح حاجات تانية واللي بياخد ذبايح او بياخد بهايم ميتة وكده، وضميره بيسمح له، هو ما عندوش بقى ضمير، يعني هو في النهاية هو كده مش ضمير خالص، هو لا ضمير، فيبيع ده للناس والناس تشتري منه كده، وبعدين تقول الحكاية والرواية، ما هو احنا فسدنا بينا وبين بعض. والجشع اللي بيحصل عند التجار، سلعة بذاتها امسك كده سلعة معينة وشوفها في الشارع ده بكام وهنا بكام وهنا بكام، هتلاقي كل حاجة مختلفة طالعة من وكالة واحدة وطالعة من غيط واحد وطالعة من عند فلاح واحد. ايه اللي خلاه تعمل كده؟ ان ده عنده ضمير وده عايز يكسب ويعيش كويس وده عايز يبقى جشع. طب احنا بقى دورنا فين؟ احنا كمواطنين نعمل ده ازاي؟ ممكن زي الاخ اللي بعت الرسالة دي تبعتها البرنامج يشتكي فيبدأ الناس تتحرك. يعني انا اذكر المستشفى بتاع سوهاج اللي بحكي عليها لما عملناها في البرنامج، تاني يوم اتحلت الحمد لله والناس اتصلوا بينا والناس تواجدت وكده. فلازم ناخد على ايد بعض، او ان احنا بقى يعني لو مش طايل ان انت تعمل يعني تبلغ صوتك للمسؤول، على الاقل ابتعد عن الغلط. يعني واحد رايح تشتري كيلو بطاطس من حته لقيتها هنا بخمسة جنيه وهنا بثمانية جنيه، هاتها من ابو خمسة وسيبها ابو ثمانية، ده يخللها عنده. لكن احنا نفسنا اللي عندنا ثقافة ان انت تاخد الغالي وبعدين تقعد تنقم على البلد والحكاية طب ما انت اللي بتضحك عليك، يعني ما هي موجودة عند غيره، ايه اللي جبرك تجيب من ده؟ يقول لك لا ما الاسعار، اسعار ايه الاسعار؟ مالها الاسعار؟ هقول لك الاسعار الغلا، ما الغلا في حاجات غالية الناس مغلياها، وفي حاجات هي غلت بطبيعتها، وفي حاجات الناس بتستهبل تستعبط فيها. فاحنا اللي يعني احنا اللي بنورط نفسنا في كده. يعني حاجه دايما بستغرب لها، تبص تلاقي دايما الناس اللي بصوتها عالي في الاعتراض هي مش متضرره من حاجه، والناس اللي بتقعد تتكلم ديت اعداء نجاح. انا في نظري كده، لان هو بالنسبه له هو شخصيا، هات اي حد من اللي عمله الليله وقعدوا اتكلموا في عكس الاتجاه تلاقيهم هم نفسهم احوالهم كويسه جدا وكانوا مستفيدين من حاجات كتير جدا. يعني المواطن العادي جدا اللي هو ممكن يعني يتوجع من شيء يصبر ويتحمل ويقول يا مسائل، وشايف ان الدنيا بتتقدم، وشايفين يعني من ضمن الاخبار اللي المفروض هنتناولها ان يعني مدينه العالمين بدا الحجز فيها، العاصمه الاداريه طبعا شغاله من زمان الحجز ما شاء الله وربنا يبارك يعني، والمشروعات الجديده دي عامله شغل كويس، وده شيء لا ينكره الا جاحد. فدايما اللي بيتكلم تلاقيه هو طبيعته هو يعني اللي بستغرب له مش متضرر،
بس قاعد يقوم ويعمل فتنه، وده شيء طبعا يعني مرفوض بالمره. تخيلوا اعزائي المشاهدين ان ممكن يصل الحال ان الناس فقط عايز يتصدر وعايز يبقى موجود وعايز يعمل منظر وعايز يبقى بيتكلم وعايز يبقى يعني مهم، حتى في أدق الأشياء وأكثر الأشياء حرمة ممكن أنت ممكن تلاقي ده حصل في مسجد، يعني واحد إمام في مسجد تلاقي حد تاني عايز ياخد المكان ده فيقعد يعني يبوظ الدنيا ويمشي دول عشان يعمل دعوة. دعوة إيه؟ مالكش دعوة بالدعوة، اقعد ساكت. يعني انت عشان تعمل دعوه تلغي الناس المدعيين اصلا، والله واقع يعني ممكن تتخيلوا ان انا بفترض افتراضات حاجات حصلت بالفعل. حد جاي عايز يتمنظر ويبقى يعني يتفشخر شويه فيجي يمشي الناس الموجوده كلها عشان يبتدي يدعي ناس جديده في بيت ربنا. ففي احوال الدنيا اكيد من باب اولى انه ده يكون موجود يعني، لكن هو في النهايه هو شيء غلط، شيء غير مرغوب فيه، شيء غير مستحب انك انت تعمل الفتنه دي بين الناس وتقعد يعني تدعي ما لا يصح وتدعي ما لا تعرف وتطلق شائعات، وده شيء يعني محرم محرم محرم، وتتكلم بكل ما هو مفسد لمن حولك وانت يعني كله كذب في كذب في كذب. فاحنا ليه كده؟ ليه احنا بنوصل لكده؟ ليه احنا نوصل لهذا المستوى البعيد كل البعد عن القيم، عن حب بلدنا، عن البرنامج اسمه الوطن والمواطن. الوطن والمواطن، حب وطنك ده شيء مهم جدا، وانك في نفس الوقت تراعي المواطن، هذا ده منهجي في التعامل. يبقى انا وطني واعيش بيه واحب وطني، وحتى لو اتكلم عني اي حد من اللي مش هيعجبه كلامي، بس انا ابقى ما اتكلمش عن وطني واتكلم عن بلدي واتكلم عن ناسي بشكل وحش، انا ده بالنسبه لي اهم. لكن في مشكله عند بعض المواطنين، نتكلم في نحلها. وبادئ الحلقه بايه؟ بمشكله ان في مستشفى في اهمال، ناخد على ايد بعض وناخد بايد بعض للصح، نحل الصح بدل ما نقعد نفتري وبدل ما نقعد ندفن رؤوسنا في الرمال ونبعد عن التشخيص الحقيقي لأي مشكلة ونرميها على غيرنا ونبقى مبسوطين جدا احنا بنتكلم وبنقول كلام في أي حاجة. حليت بإيه سعادتك يا اللي اتكلمت؟ لكن لو جبت كل قضية فيها خلل في حد متضرر من شيء، واحد بيرمي الأجرة زيادة، واحد بيبيع سلعة زيادة قطعه، واحد بيهمل في المستشفى اللي شغال فيها، واحد بيهمل في اي مجال من المجالات، نبدا نقومه، هتلاقي الصوره ابتدت تنور كلها. ده اللي عايز يحب البلد وعايز يعمل حاجه صح. لكن واحد عنده الاموال الطائله وعايش في عيشه غنيه وتمام التمام وعمال بس يطلق يمين وشمال اكاذيب، واللي قاعد بره واللي قاعد جوه، وبعدين الناس تنساق اليه، وده تهريج والله. يعني امسك كل خلل شوفه فين، سببه ايه؟ الاهمال الفلاني سببه ايه؟ البلد والدولة. ما هو طب ما هو مين اللي بيعمل الحاجة الغلط؟ الناس. شوف الناس دي، عالج الناس دي. تقول لي ما هو ممكن هناك، يا اخويا خلص اللي عندك الاول، خلص اللي عندي وعندك والتاني والتالت، ونبقى كويسين بعد كده. هنبقى كويسين بعد كده، لان القاعدة الكبيرة والسواد الاعظم، والله العظيم انت لو جبت اتعب واحد ويعني وديته بس اي حاجه هتلاقيه اللي افترى، ما ربنا يرحمنا برحمته، مش عايز بس اتهم حد بحاجه ولا اتكلم في حق حد كبير او صغير يعني. بس دوروا على اللي حواليكم، شوف الشخص ده بيعمل في ده ايه، والتاجر ده بيعمل في ده ايه، ليه السلع مختلف اسعارها؟ عشان في جشع وفي عنده ضمير، بالبلدي كده باختصار شديد يعني. فانا بناشد، برجع برضو للجزئية اللي بدأنا بها الحلقة، المسؤولين في وزارة الصحة يتابعوا مستشفى المنزلة، وأنا شخصيا كعبد الرحمن أبو حاطب أو مقدم هذا البرنامج أو بعمل في هذا المجال، مانيش الأشهر فيه ولا الأكبر فيه، يعني يكفيني شرفا أن أنا مشكلة زي كده حد يسمعني فيها فتتحل، أنا هذا يكفيني وممكن أبطل يعني بعد كده خالص. مستشفى واحدة، مريض واحد يتعالج في مستشفى،
انا قدام ربنا سبحانه وتعالى اكون سبب في اني وصلت صوت المواطن الكريم اللي بعت لي وتوسم فيها الخير، واعتبرني انا النافذه اللي هيطل بيها او الصوت اللي هيصل بيه للمسؤول، انا هذا يكفيني شرفا ويكفيني ان انا ابقى بعمل لبلدي بهذا الاسلوب وبهذا المنطق وهذا الوضع اللي انا شايفه صح. واي حد بيتعامل بطريقه التهليل والكلام الفاضي والتهييج والكذب والشائعات والناس تقعد تنساق وراها ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما بيعملوش فتبينوا، هم حرين يشيلوا الوزر، انا بره ده خالص وبرنامجي بره كده خالص. يكفيني شرفا ان احنا هنبدا نشتغل على موضوع التوظيف، وان احنا لو بيت اتفتح بسببنا وجي مندوب من شركه او اتش ار من شركه وشغل حد من الناس اللي هتبقى موجوده في المكان هذا واعلنه في البرنامج والناس تيجي بسببي، هذا يكفيني جدا. وانا بدعي ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتي انا والناس اللي في البرنامج معانا. ولو كل الناس اشتغلت بطريقه ايجابيه وسعت انها تعمل الكلام الصح، وانا يعني بتمنى ان كل الناس تعمل ده، احنا والله هننهض بالبلديه. البلد عباره عن ايه؟ ارض وناس عايشه عليها باختلاف درجاتهم واختلاف مواقعهم وخلاص. فانت يعني الناس ديت لو الدنيا ماشيه بينهم بالعدل التام خلاص خير وبركه. طب لو في اي خلل في حاجه نصلحها. طب ما انت هل انت سليم؟ حضرتك انت كمشاهد قاعد بتسمع ده، انت سليم في كل حاجه، بتواظب على شغلك، بتعمل واجبك، بتراعي اللي حواليك، انا سليم، التاني سليم، التالت سليم، تعالى كل واحد يفتش في نفسه ويشوف ايه اللي هو اللي عليه. بل باختصار شديد حاجه بسيطه جدا، احنا نقول اصل ده البلد كبير 100 مليون، هو ال 100 مليون لو كل واحد فكر بنفس الاليه وطبق ده على نفسه وعلى من اللي حواليه هم كفايه. كفايه جدا. واحنا كمجموعه كبيره لو لقينا اي غلط وابتعدنا عنه، واحد بيبيع غالي بلاشه، خليه يشرب اللي بيبيعه ده يخلله، هتلاقي الاسعار اختلفت. وضربت المثال انا في حلقه قبل كده، الجزارين لما مع احترامي لهم انا ما بتهمش حد، بس لما غالوا في اسعار اللحوم فتره من الفترات وصلت 180 جنيه ودخلت على 200 جنيه، والناس عندها برضو اللي هو حب المنظره، انا ما بجيبش الا من فلان، اصل لحمه فلان كذا، والله ممكن تلاقيها ما اعلم بلا ربنا، مش عايز بس ادخل في حاجه فيها اتهام لحد يعني. بس انت مين قال لك ان لحمته هي الصح وهو يعني الجزار اللي ما حصلش؟ هو بيغلي وخلاص، وانت بتنساق وراء كده منظره على اللي حواليك برضه. هي كلها حاجات كلها خارجه عن النطاق السوي والشعور السليم للنفس البشريه، هو ده خروج والله كله. فانت لما جه عملوا كده فتدخلت الدوله والجيش، نزل المنافذ المتنقله وظبط الاسعار بسعر قريب جدا لجيب المواطن، اتعادلوا ورجعوا. فاحنا يعني سيبوهم، خليه يجيب الذبيحه ويقعد ياكلها هو وعياله، ينهش فيها بالليل هو وعياله كده وخلاص ويروح في داهيه. لو هو عنده الجشع وعايز يبتز الناس، هو لما تتباع اللحمه مثلا ب 85 جنيه او ما قارب ذلك وكانت ب 180، ال 100 دي فين؟ في جيبه، وال 85 ما فيهاش مكسب. ما لازم نفكر صح. يعني ليه نعمل ده؟ ليه نعمل ده؟ انا اذكر ان قلت ده في حلقه بس بقوله تاني، وقيسوا عليه كل حاجه. يعني ليه الناس حابه الغلط؟ وليه الناس حابه تحكي وما تحلش؟ يعني حل يا اخي في اللي عندك، حل في اللي عندك وهتعرف تحل جزء في الثاني في الثالث. مستشفى زي اللي اتكلمنا، يا رب صوتنا يوصل وتتحل، يكفينا والله. وانت عندك حاجه حلها والتاني عنده حاجه يحلها والتالت عنده حاجه يحلها وتخلص. انما وعلى فكره عايز اقول حاجه برضو، يعني الخبر اللي حكيته انا والله عندي اخبار كتير بس مش هينفع احكيها، عدتها لنا الزميله لطيفه بدران زي ما قلت، ان العاصمه دي شغاله من زمان، العالمين ابتدت تشتغل الحجز فيها وغيره مستثمرين، الناس تيجي بقى من هنا ومن هناك والدوله تنتعش والاستثمار يشتغل ويا مسهل. ويكفي في المدن الجديده ديت العماله اللي شغاله فيها ما حدش واخد باله منها. انا مره كنت في موقف العاشر اللي في القاهره هنا، ده الموقف العاشر، ابص الاقي فيه خط ميكروباصات اللي بتودع على العاصمه الاداريه، قلت ما شاء الله حاجه تفرح. وابص كل اللي بيركبوا عمال بسطاء، ناس رايحه تاكل عيش، بيقبض يوميه كويسه بيعيش بيها هو وعياله، فده كويس. لو على حد كده كويس ويخلصوا العاصمه ينتقلوا كده يعملوا بيهم مشروع في حته تانية، العدد ده من المواطنين اتفتح له باب رزق، ده شيء جميل. وسيبك بقى ان هي هتتباع غاليه وهيجي دول تانية تشتري وهيجي ما اعرفش ايه وتجارات وابتاعات ومنطقه قناه السويس والبتاع والانفاق الجديده، كل ده كويس، والطرق الجديده كل ده كويس وجميل. بس انت اقف على حته وقول واحمد ربنا عليها.
ان انت تبص تلاقي عمال اشتغلت، ده شيء جميل. ما هم دولت اهلنا وناسنا وجيراننا، ولو ما كانش اتفتحت الحاجات دي كان هيبقى ده عنده بطاله وما بيشتغلش وعياله محتاجين وهكذا، وكتير مننا بيعاني من ده او عانى منه وربنا رزقه وهكذا. ولو توسعت الرقعه دي والمكاسب اللي جت من المدن دي اتحطت في حته تانية، ما هو ده خير، خير كبير لنا كلنا. بعض الناس الغريبه يقول لك ايه يا عم ده الاسعار فيها غاليه واحنا هنستفيد منها، وانت يعني لازم تشتري في العاصمه؟ طب ما انت في اسعارها شبه كتير جدا من المناطق في القاهره وفي اسكندريه، مناطق عاديه جدا واسعارها شبه اسعار العاصمه الاداريه. اسيوط في الصعيد اغلى من العاصمه الاداريه كتير، كفر الشيخ اغلى من العاصمه الاداريه كتير كتير. انا بقول لك كتير وانا عارف وعندي معلومات بارقام، يعني في مناطق في اسيوط بتتباع فيها الاسعار اكتر من ثمن العاصمه الاداريه. ولو انت مش قادر تشتري في العاصمه، مش مطلوب انك تشتري هناك، وانت لازم عشان تبقى استفدت من الدوله نسكن ال 100 مليون في العاصمه الاداريه. قال طب ما احنا ما انت ساكن اهو، هو لما تطلع فيها المصالح الحكوميه ويبقى فيها مستثمرين على مستوى العالم كله، ما ده كويس بيعود عليك بالنفع، ان في شغل وفي دخل وفي تدوير راس مال وفي دنيا، وده شيء جميل. ويكفي فيه الناس اللي راحت بنت وخلصت هيبنوا حته ثانيه وهكذا. ليه احنا ما بنبصش على الصح؟ ليه دايما احنا بنجري وراء كل ناعق؟ يعني انا بستغرب على طريقتنا احنا كشعب. وشير يا جدع واكتب واعمل وبتاع واكذب وخش النار وخش جهنم باللي بتقوله، وانكر الحقيقه الموجوده العين عيانا بيانا. انزل وشوف ولف وشوف الاراضي اللي كانت صحاري اتعمل فيها ايه، امشوا على الطرق الجديده اللي اختصرت البلاد كده، قطعت البلاد كده. والله انا بستغرب حتت كنا بنروحها بتاخد وقت طويل جدا، تقعد تمشي على بلد كذا عملوها كده اهو، وسع عيله كده اهو، كده اهو دخل كده، شيء جميل. اوفر الوقت وطرق تشيل 6-7 عربيات مع ولا اكتر بالعرض، حاجه هايله. ليه ما نحمدش ربنا؟ ولئن شكرتم لازيدنكم. انا بوجه رساله والله العظيم يعني ليس فيها اي شيء الا كل اخلاص لله اولا ولهذا البلد. يعني مش محتاج انا في وضعي، ولا انا مش محتاج ان انا انافق حد او اتكلم في حق حد، بس يا اخي حرام يا اخي، ولا تبخسوا الناس اشياءهم، حاجه موجوده ما تنكرها. طب اللي قاعد بره اعمى وقلبه اسود وعايز الدنيا تبقى خربانه عشان يهدها ويقعد على تلها البعيد هو واللي معاه، انت بقى اللي جوه يعني تصدقوا ليه؟ فوقه تصدقوا ليه؟ ما تمشي وتشوف. واحد بيقول لك ما فيش، لا في، تعال انت، هو مش هيشوف عنه ما شاف، انت بص وشوف عشان ما تاخدش ذنب زي ذنبه، هو يولع في جهنم بقى البعيد انت مالكش دعوه بيه. يعني حاجه تفور الدم وبالتوازي تماما. لو في حد عنده خلل يخص المواطن بنتكلم اول كلامنا المستشفى اللي اتكلمنا عنها، ويا رب اطلع من الحلقه ديت ان المستشفى دي مشكلتها تتحل. ونفس الاخ الكريم المواطن الكريم يبعت لي يقول لي خلاص الحمد لله اشتغلوا زي المستشفى اللي اتكلمت عنها قبل كده. يعني ان خبر النهارده ان الرئيس متدخل في نفسه في موضوع البطايق التموين والقصه ديت عشان حق المواطن. جاتني مشكله في حلقه قبل كده برضو ان في بلد باكملها عدد بالالاف بطايقهم ما بياخدوهاش من مكتب التموين، كانوا بيصرفوها هم سرقه، ده علني. واحد اتصل بيا في حلقه من الحلقات بيقول لي مقدم الورق في مكتب التموين والاقي في الزباله بعد كده اخر النهار ورق بعينه كده وشهادات الميلاد والصور وكل حاجه مرميه في الزباله، خدوه منه رموه. هل الدوله اللي عملت كده ولا بنت عمه اللي ساكنه في البيت اللي جنبه هي الموظفه؟ واحنا ليه بنهرج؟ احنا ليه عايزين نفضل مغميين عيوننا عن الحقيقه وما نشخصش الامور صح ولا نعرف اسباب كل حاجه ايه هي؟ اعرف السبب ووصل للحل فيه. وبعدين افترض حسن الظن، رايح تعمل بطاقه تموين روح اهمله اشتكي عند وكيل الوزاره، اهملك اشتكي. انا كنت عملت حضراتكم شفتوا قبل كده حلقه مع سياده النائب رشاد شكري عضو مجلس النواب، وكان في مره كنت في مشوار كده وهو قال هروح بس ايه اخلص شويه طلبات في وزاره التموين، رحت معاه ودخلت معاه عند لحد مكتبه. والله العظيم انا يعني انا شفت ده بعيني وانا مش نائب ولا حاجه، ورحت وشفت ازاي المعامله مع الناس. هتقول لي ما هم كلهم نواب وكلهم بتاع ماشي، بس في انجاز بيتعمل في مكتب الوزير، كل الطلبات اللي بتتقدم بتدخل له وبيمضي عليها والناس بتاخد حقها. اوصل اسعى انك توصل لحقك هتلاقيه.
مش عارف توصل، روح لحد بيعرف يوصل، روح للنائب فلان اللي بيخدم واللي بيتحرك. انا شفت معاه النائب رشاد شكري زي ما بحكي لكم، معاه حاجات كتير جدا وراح خلصها كلها، والوزير مضى له عليها واتخلصت، والناس استفادت، واللي عايز يفتح فرن، واللي عايز رخصه ما اعرفش ايه، واللي عايز ايه، واللي عايز ايه. ده انا شفته في مكتب سياده وزير التموين، شفته بنفسي. ولذلك انا ده انطباعاتي، وده اللي انا بحكيه بموجب ما رايته، بموجب ما عشته. هتقول لي اصلا في فلان كذا فلان ده موظف غلطان، اشتكي لي الاكبر منه. هو الراجل ما بعت لنا اهو، اشتكينا اهو. ما انا بقول ان رحنا للوزير ده وكانت الدنيا تمام، ورحنا ودول بيشتكوا كده. لو اعرف اروح لوزاره الصحه اروح والله، ويا رب. وحبعت الحلقه للي اعرفه من النواب او اي حد من اللي بيعرف يوصل هذا الكلام، ويوصل ان شاء الله وتتحل. ويكفيني شرفا هذا، ويكفيني يعني راحة للبال هذا، وان ده ان شاء الله عند الله سبحانه وتعالى اولا، ولهذا البلد الكريم اللي احنا نشأنا على ارضه، وحقه علينا كتير، حقه على كل واحد فينا كتير. اقل حاجة امسك لسانك يا اخي، عشان ما تدخلش جهنم بيه وتتكب في جهنم بلسانك ده على اللي عمال تردده. ايه هو ده؟ ليه كده؟ يعني انا مش هلحق طبعا اتكلم في بقيه الاخبار اللي كانت يعني الاعداد عملوها لنا، بس يعني نكتفي بهذا القدر. والواحد بينفعل شويه، بس هو الموضوع فعلا يستاهل يعني. بشكركم اعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا على حسن متابعتكم، ونلتقي بحضراتكم في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.